مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل تيوب. حنحكي بفيديو اليوم عن معلومات عن أعمار وديانات وجنسيات فريق لا لا لايف في العربي، وعشان تعرفوا كل هالتفاصيل كملوا الفيديو معي للآخر. أول شي خلوني أعطيكم نبذة بسيطة عن هالقناة. هي أحد القنوات الأجنبية المدبلجة للغة العربية. محتواها عبارة عن مقاطع تمثيلية قصيرة وحيل إبداعية وأفلام قصيرة ومشاكل بنواجهها داخل وخارج المدرسة، وبتابعهم على هالقناة أكثر من 1,000,000 متابع ومشترك، وفيديوهاتهم بشكل عام بتحقق أكثر من 1,000,000 مشاهدة. وهالآن بدي أحكي لكم عن بعض ممثلين قناة لا لا لايف عربي. ليزي هي أحد أبطال القناة، بتبلغ من العمر 24 سنة، مسيحية الديانة، غير متزوجة أو مرتبطة، بتحب الميك أب والسفر والموضة، وبتحب تفصل حياتها عن السوشيال ميديا بشكل كبير، فما بتشارك صورة خاصة فيها على السوشيال ميديا، وما بتشارك تفاصيل يومها مع المتابعين، وبتمتلك حساب على الإنستجرام بتابعها على هالحساب 702 متابع، وعدد المنشورات اللي مرفوعة على حسابها منشورين فقط، فهي مثل ما حكيت لكم ما بتحب السوشيال ميديا كتير. بيتس وايلت هو أحد أبطال هالقناة، وهو أكتر ممثل مرح وبحب المزح، فهو معروف بالقناة بهالشي. مسيحي الديانة وتخرج من الجامعة وأنهى دراسة، بحب الموضة بشكل كبير، وأكتر دولة بحبها هي باريس، ومن أكتر الأصدقاء المقربين إله هي كايرا، وهو بيمتلك حساب على الإنستجرام بتابعه على هالحساب أكتر من 1,000 متابع. وهو أيضا ما بيحب يدخل حياته الخاصة في السوشيال ميديا، وما بيحب يشارك تفاصيل حياته اليومية على ستوري الانستغرام، وعدد المنشورات اللي مرفوعة على حسابه 11 منشور، ومنشوراته عبارة عن صور خاصة فيه وفي أصدقاء. سيو لا لا لايف وهي أحد أبطال هالقناة، مرتبطة لكن غير متزوجة، بتحب المرح وهي مسيحية الديانة، وكتير كتير بتحب اللون الزهري، فهي صبغة لون شعرها زهري، وحتى غرفتها لونها زهري، حتى ملابسها معظمهم زهري. بتحب تربية الحيوانات والقطط، وبتحب مادة الرياضيات، حصلت على جائزة في عام 2020 في مباراة البوكس، وبتحب جميع الممثلين اللي بيمثلوا معها. وبالنسبة لمشاركتها حياتها الخاصة على السوشيال ميديا، فهي بتنشر بعض الصور إلها على الإنستغرام، فاللي بتابعها عليه أكثر من 10,000 متابع وحوالي 71 منشور. أنا وهي مسيحية الديانة، متخرجة من الجامعة وأنهت دراستها، مرتبطة لكن غير متزوجة، بتحب الغناء لكن صوتها مو حلو كتير، وبتحب القراءة وبتحب السفر، وأيضا تعتني في بشرتها بشكل كبير، وهي ما بتنشر كتير عن حياتها الخاصة على الانستغرام اللي بتابعها عليه أكتر من 19,000 مشترك وحوالي 45 منشور. فاني نيروب غير مرتبط أو متزوج، بحب التمثيل والسفر وأصدقائه، وبيمتلك حساب على الانستغرام بتابعه على هالحساب 178 متابع وحوالي 9 منشورات مرفوعة على هالحساب. كيتي وهي أحد أبطال هالقناة، مسيحية الديانة وبتبلغ من العمر 26 سنة، غير مرتبطة أو متزوجة، تحب المرح والتحدي والألوان، وبتمتلك حساب على الانستغرام بتابعها على هالحساب أكثر من 2,000 متابع وحوالي 5 منشورات مرفوعة على هالحساب. هيك بكون حكيت لكم عن بعض ممثلين هالقناة، لكن في غيرهم كتير. لا تنسوا تشاركوني رأيكم بالتعليقات وتحكولي هل بتحبوهم ولا لا، وشكرا لمشاهدتكم. وانهينا الفيديو لهذا اليوم، بنتمنى يكون قدنا لإعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.